كأنه وجود جميلة معنا ما عاد عم يزعجك مثل قبل، ما هيك؟ خلص اتركهم، أنا رايحة بعد شوي. يلا خلصت، بقيوا هدول. وهي أنا قفلت الباب، الضوء طفيه. تعال اشتقت لك، مو متعود اني اشوفك زعلاني ابدا، بدي اشوفك على طول عم تضحكي. ليكي نحن هلا مع بعض وهذا هو اهم شيء بالنسبه لي. بس انا خايفه انه تتركني، انا بدونك ما فيني اعيش. لنشوف اذا بعد كم سنه رح تحكي نفس الشيء. رح احكي هيك على طول. جيب لي الشال. خلص مو مشكلة جميلة، بكرة بجيب لك اياه. منيح انهم راحوا وتركونا. وينه؟ ليكو محطوط فوق. بجوز يكون هذا مهند. هذا ابيش. اهلين اهلين بابا. لسه ما خلصت حفلتكم؟ مبلا مبلا خلصت، هلا خلصنا عم نضبضب. لك انا فل محل منيح. طيب ولا يهمك. شكله ابوك حس انه في شي غلط. أخوك كتير غبي وقليل ذوق كمان، عم يعمل هالشي بس مشان يزعجني. ما بيعرف إنه أنا مو فارقة معي. بس يعني الشغلة شغلة ذوق واحترام، عيب علي يعمل هيك حركات؟ هذا الوضع عن جد ما بينطاق أبدا. ليش ما ردت؟ شوفي شكلك كتير متضايق اليوم، طول الوقت صافن وقالب خلقتك. خير مهند، صاير شي معك؟ لا ما في شي. لا مو صحيح. متخانق انت وسمرة شي؟ خلاص ما في شي. عم تخبي علي مهند؟ قلي لشوف شبك. فرحات له علاقة بهالشي؟ شو جاب سيرته هذا هلا؟ استغفرك يا ربي على هالليلة. خلص سكري على هالقصة. ما في شي، لا تكلي همي. بس مزعوج من حالي شوي. مو معقول أنت شو عانيت، طيب قلي شو صاير معك؟ يعني متخانق مع مؤيد؟ أنا إلي علاقة؟ يا ريت أنت كنتي مشكلتي. يا علينا. خلاص مو مشكلة. بكره رح اضطر احكي هالشي لكل اللي بعرفه. مهند انا هلا بدي اعرف. لا مو هلا، بعدين ان الله راد.